ما مدى واقعية رهان بعض العرب الرسميين على مخرجات الانتخابات البرلمانية الأخيرة في انتشار العراق من أزمته المستمرة منذ العام 2003؟ وما الذي يمكن أن تغيره هذه الانتخابات من طبيعة نظام المحاصصة حتى تحظى بكل هذا التهليل العربي الرسمي؟ وهل يظن العرب أن راعيي العملية السياسية الأمريكيين والإيرانيين سيسمحان بأي تغيير في قواعد اللعبة السياسية الحالية؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة المقبلة من برنامج طاولة حوار.